بتعمل ديول ماشي ديول بتعمل ديول فاميلتها. الو اكتبوا معنا المقادير للعجينه. العجينه هذه شوفوا معايا عندها فقط استيس نصائح تبعوها خطوه بخطوه وان شاء الله باذن الله النجاح ثم النجاح. بالنسبه للعجنه هذه عندك هنا رطل تاع فارينه نعطيكم كميه صغيره ومن بعد نتوما ان شاء الله كي تروضوا فيها وتفهموها واللي تزودي رطل تاع فارينه زوج مغارف تاع الزيت شويه نتاع الملح مغرفه صغيره ملح حبه بيض وتليميها بالماء. عجينه عاديه بصح تكون يابسه العجينه تكون يابسه هذه اللي طريها ما طريهاش خاطر الا طريتيها ما تخرجلكش. عجينه عاديه ب 500 غرام فرينه فقط فيها غير حبه بيض شويه زيت والملح وتليمي بالماء. عجينه بسيطه هاد العجينه لازم تندلك شويه وهي يابسه كيما تدلكي الفطير تندلك شويه وهي يابسه ومن بعد قسميها الى خمسه كريات. قسميها الى خمسه كريات غطيهم خليهم يرتاحوا ربع ساعه. خمسه كريات ديري امامك المايزينا مع شويه نتاع الزيت وبداي تحلي بعد مرور ربع ساعه بداي تحلي فوق طاوله ديالك مرشوشه بالمايزينا هذوك الكريات بصح ماشي تحليهم رقيقه ركزوا معنا مليح راح تحليهم كي شغل كي درتي دائره تاع فطير دائره تاع فطير ما تجيكش دائره كبيره باسكو 500 غرام خمس كريات تجيك صغار. هنا هذوك الدوائر هادو رايحين بعد ما حليتيهم بالمايزينا قلت كيما ديري الفطير معناتها ما تكونش رقيقه ما تكونش رقيقه. هنا تبعوا معنا مليح الله يفتح عليكم رايحه تمسحي ما بين الدائره والدائره تبعيني مليح راه عندك الدائره الاولى ما لازمش تكون كبيره بزاف اللي قلت لكم. هنا تمسحي بالزيت بالبانسو وتشدي صفايه ورشي المايزينا رشي المايزينا عاودي الثانيه فوقها تكون غير قدها مسحي بالزيت ورشي رشه مليحه بالمايزينا ثم الثالثه نفس الطريقه حتى تلحقي خمسه تولي لك عاليه بصح ماهيش دائره كاع كبيره. دوكا واش باغي ديري باغي تحليها بالحلال راح تحليها بالحلال رقيها قد اللي تقدري. اذا شتي انتيا مثلا الدائره تاعك جات كبيره بزاف ولا من بدايه الامر ديري 10 كريات باش ديري خبيزات صغار خاطر على حساب الطاجين على حساب الطاجين ركزوا معايا مليح هاد النقطه. الوغ رقيها قد اللي تقدري تولي لك خبزه وحده كانوا خمسه تولي لك خبزه وحده. دوكا واش باغيه ديري سخني الطاجين تاعك الطاوه تاع الحديد سخنيها شويه ونقصيها رديها ميتة النار كاع على نار هادئه جدا. ارفدي ديك الخبزه بيدك كي الشطره هي يابسه العجينه ما تخافيش منها ما تلصق لك ما والو وراها ما بين الورقه والورقه كان مايزينا والزيت وحليتيها رديتيها خبزه وحده ايا ارفديها كي الشطوره وارميها في الطاجين. ركزوا معايا مليح الله يفتح عليكم دوك تفهموا. دركا واش باغيه ديري من حين لاخر تقلبيها نحتاجوها طايبه بيضه طايبه بيضه شتو شتو فطير ابيض املي اليوم طيبيها بيضه غير تقلبي وتعاودي ما تخليهاش تتشلفط لك وما تخليهاش تطيب لك ذهبانيه بيضة على نار ميتة راني نقول نار هادية جدا. إلا تحتمت عليك والنار تاعك ما قدرتيش تتحكمي فيها خلي الطاجين يسخو ونحي نحي الطاجين هادي كي تخلى نحي الطاجين فوق النار باسكو علاش رانا حابين طياب ابيض مع تقليب الخبزة ملي دو كوتي قلبي من قلبي من قلبي من تتشوفيها بياضت تشوفيها بياضت كي تنحات لها هذيك تاع مين كانت خضراء كي تكون خضراء تبان وكي تدخلها طياب بيضة تبان. أيا صاي دوكا نحيتيها وجدي لها طرف قماش وحطيها حطيها خليها تبرد شدي موس قطعي الاطراف قطعي الاطراف كاع باسكو تلقيها مخيطه في الاطراف قطعي الاطراف وبداي تحلي الورق الورقات يخرجوا لك شفافه رائعه كي شغل عجينه فيلو تقلعي الورق هاد ديول بنت عم الديول تهنيتي تهنيتي بهذيك الديول كامل تقلعيهم ورق ورق كونك شاطره وتبعي الخطوات مش تشحي في الزيت وتشحي في المايزينا ومن بعد تلقيهم لاصقين على بعضهم ولا كذلك طريقه واحده اخرى ثانيه هذه ملاحظه خاطر جربتها لو كان ما تنشفش مليح في الطاجين ما يتحلوش الورق ولو كان ما تنشفش مليح في الطاجين الورق ما ينحلوش تنحلك اوراق شفافه رائعه جدا تخدمي بها البوراك تخدمي بها السمبوسه تخدمي بها الصلصه تخدمي بها واش تحبي تحكمي فقط في الحجم تاع الكريات ورقي هذوك خمسه اللي قلت لك عليهم قد اللي تقدري عاوني روحك بالمايزينا الحلال ويلاه رقيها كاع بعد كي تحليها كاع شفافه ان شاء الله يا رب العالمين تكونوا فهمتوا الخطوات اللي عطاتها لكم السيده يعلى بالتوفيق ان شاء الله.
حبابنا في كل مكان، تحياتي ليك.